قياس تجربتنا قياس تعيين محتوى الرماد في النفط الخام. بالنسبة لي التجربة هنا نحتاج إلى بيرنارد، نحتاج إلى جفنة خزفية لقياس محتوى الرماد. الأش هو عبارة عن أكاسيد الفلزات الموجودة في النفط الخام. نأخذ هنا النفط الخام، نأخذ مقدار نص غرام من النفط الخام وأحطه على البيرنارد وأفتح الغاز. افتح فتحة الغاز وابدي اشعل البيرنار ويبتدي النموذج اللي عندنا النفط الخام يبدي يشتعل ويحترق للاخير، ورا ما يحترق ويكمل ادخله فرن حرق لمدة 5 دقائق يحترق بالكامل. فاني قبل ما ابدا بالعملية وقبل ما احط النموذج المفروض عندي وزن الجفنة هي وفارغة، ورا عملية الحرق وعملية الحرق بالهواء وبعدين حرق بالفرن اخذها ابردها بالديسيكيتر وذلك اخذ الوزن مالتها. ففرق الوزن بين قبل العمليه قبل عمليه الحرق وبالبدايه اللي وزنها هي وفارغه حيطلع لي وزن الرماد. وراها اطلع النسبه المئويه للرماد الموجوده في النفط الخام، وذلك بانه اقسم وزن الرماد على وزن النموذج اللي اخذته اللي هو نص غرام في 100 فتطلع لي النسبه المئويه للرماد الموجود بالنفط الخام. وعدها لازم نحدد النسبة ونقارنها بالنسبة النظرية المفروض انه ما تتجاوز 10% بالنفط الخام، وكل ما زيد النسبة معناها هتسبب اضرار وجودها بالنفط الخام.